بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع دقيق جداً يتصل بسبل الوصول وعلامات القبول اتصالاً سلبياً، أي أنه يعيق الوصول إلى الله، ألا وهو موضوع الشرك. قال شداد بن أوس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أمر تخوفت على أمتي منه، الشرك. أما إنهم لا يعبدون صنماً ولا شمساً ولا قمراً، ولكنهم يراءون بأعمالهم، فالمراءاة من الشرك الخفي، أي أن تعمل عملاً أمام الناس كي تنتزع إعجابهم، وفيما بينك وبين نفسك هذا العمل الطيب لا تفعله، تفعله أمام الناس، هذا هو الرياء، والرياء من الشرك الخفي. وفي حديث آخر: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الرياء شرك. وقد عدد بعض العلماء أنواع الشرك الخفي: من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن علق تميمة فقد أشرك، بعلق حدوة حصان أو حذاء صغير، هذا كله من الشرك. هذه الحدوة لا تحفظ، ولكن الله هو الحافظ. والعوام لهم أعمال كثيرة كلها من الشرك الخفي. ومن أسند الحفظ والرعاية إلى غير الله فقد أشرك. لو عنده كلب حراسة وقال: لولا الكلب لأتى اللصوص، فقد أشرك. لولا هذا الطبيب لمات ابني، فقد أشرك. الحفظ والرعاية إذا عزيت لغير الله فهذا نوع من الشرك والعياذ بالله. أو حينما تجعل لله نداً، خطيب وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما شاء الله وشئت. فقال النبي الكريم: بئس الخطيب أنت، جعلتني لله نداً، قل: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله وشئت. أيها الإخوة، وفي حديث آخر سمع النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال عليه الصلاة والسلام، هي رواية ثانية: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. ومن يعصهما، يعني جعل الإله العظيم مع رسوله الكريم بضمير المثنى، ومن يعص الله ورسوله، أخرجه مسلم. ومر عمر رضي الله عنه برجل
يطأطئ رأسه في الصلاة، فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. يعني إنسان أحياناً إذا صلى أمام الناس يبالغ في الخشوع، قال له: ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب ولكن الخشوع في القلوب. أيها الإخوة، هو شرك خفي خطير جداً. يقول الله عز وجل يصف المؤمنين، قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طبعاً المعنى هنا الشرك الخفي غير الجلي. لذلك الإخلاص ألا يرى الإنسان في إخلاصه الإخلاص، فمن شهد في إخلاصه الإخلاص فإخلاصه هذا يحتاج إلى إخلاص. يعني بيتحدث عن إخلاصه أمام الناس، هذا الإخلاص الذي يتحدث عنه أمام الناس يحتاج إلى إخلاص. يعني المؤمن يخفي أعماله الصالحة كما يخفي أعماله السيئة خوفاً من الرياء، لكن في مواطن معينة لا بد من أن تعلن ذلك. يعني أذكر مرة كان بعض الجمعيات الخيرية يدعون المحسنين قبيل رمضان للتبرع، فكنت ألقي كلمة فيهم، فكان المجموع رقم فلكي بالملايين. فمرة جربوا طريقة أخرى أن يعطوا أوراق ليملأها المحسنون، 600,000 العشر. العشر أيام الإنسان إذا قال أنا 100,000 شريكه بيقول أنا 100 ثاني، معه كل واحد وراء كتب واحد 25 ثاني 5، لكن قال الشريك 100 والثاني 100. لذلك إن تخفوا الصدقات فنعما هي، وإن تبدوها وتؤتوها الفقراء، أحياناً أن تبدي الصدقة لك أجر بهذا، إنك بهذا تشجع الناس على الإنفاق. أخواننا الكرام، الموضوع خطير جداً. ما في إنسان يعصي الله إلا بسبب الشرك. هو لماذا يعصيه؟ من أجل شهوة يؤثرها؟ لو علم أن القرب من الله أسعد للإنسان من هذه الشهوة لما عصاه. إذاً هو لا يعرف ما عند الله من سعادة لو أطعته. لماذا يعصي الله؟ من أجل المال؟ لو علم أن الله هو الرزاق وحده لأطاعه، والله عز وجل كافأه بأضعاف مضاعفة، لأنه ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله في دينه ودنياه. أيها الإخوة، دققوا في هذه الآية: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يقول إنسان الآن: إن صدقت لا تأتيني ولا دعوة. المحامي: من قال لك ذلك؟ هذا شرك، إن أطعته تبقى بلا دخل وإن عصيته ترزق. هذا كلام غريب. إن لم أغش لا أربح. آلاف الكلمات يقولها التجار متوهمين أنهم إن لم يفعلوا هذا الخطأ لا يربحون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني أي إنسان يربط طاعة الله بالخسران أو بالدمار
فهو مشرك. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تطيعه وتخسر وتعصيه وتربح، هذا كلام الشيطان. يعني أيعقل أنك إذا اهتديت إلى الله خطفت من أرضك؟ أيها الإخوة، كلام العوام ممتلئ بالشرك الخفي. الشفاعة التي وردت في القرآن الكريم لا تكون إلا لمن رضي الله عنه، ولن تعطى إلا لمن رضي الله له قولاً. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والله لا يرضى من عباده الشرك. لذلك من مات غير مشرك نالته شفاعة النبي، أما من مات مشركاً حرم من هذه الشفاعة. يعني الشرك أن تتجه إلى غير الله، وغير الله ما عنده شيء. الشرك أن تتجه إلى غير الله، أن تعلق الأمل على غير الله، أن تعتمد على غير الله، أن تتوهم أن خيرك من زيد، وأن عبيد قد يؤذيك. حينما تعزو الفعل إلى غير الله وقعت في الشرك الخفي. ليس إلا الله، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو الرزاق، هو المعز، هو المذل، هو الذي يسعد، هو الذي يشقي. حينما ترى أن يد الله تعمل وحدها، حينما ترى أنه لا إله إلا الله، لا معطي ولا مانع ولا خافض ولا رافع ولا معز ولا مذل ولا مسعد ولا مشقي إلا الله. يعني أنت دخلت لدائرة ولا بد من أن تأخذ موافقة على هذا الطلب، أخبرك أحدهم أن هذا الطلب ليس من صلاحية أي موظف في الدائرة إلا المدير العام، هل يعقل أن تبذل ماء وجهك لغير المدير العام؟ لن تأخذ هذه الموافقة إلا من المدير العام حصراً، والدائرة عشر طوابق وفيها آلاف الموظفين، كل هؤلاء ليس من صلاحيتهم إعطائك هذه الموافقة. هل يعقل أن تقف على باب موظف عادي؟ هذا هو التوحيد. سعادتك بيد الله، رزقك بيد الله، صحتك بيد الله، كل شيء تتوهمه من عند الناس هو من عند الله. يعني إنسان يقول لك لا إله إلا الله، تدقق في أعماله، أعماله لا تنم عن توحيد لله، تنم عن شرك خفي. لك فلان بيلزمني، فلان لما بخدمه بيخدمني، وفلان عند الشدة بيتصل فيه بيخلصني. ما دمت متعلقا بزيد أو عبيد فهذا نوع من الشرك. يعني المعصية أيام كلمة تقولها قد تبدو صغيرة لكنها تشير إلى خطأ كبير. واحد يقول لك رفع الفاعل، معنى في منتهى الجهل، الفاعل مرفوع أو نصب الفاعل. إذا نصب الإنسان الفاعل فهو بعيد عن اللغة بعد الأرض عن السماء. ففي أخطاء تبدو صغيرة لكنها تشير إلى خطأ فادح. لو قال لك واحد كلما أكثرت الملح في الطعام انخفض ضغطك، هذا ليس طبيباً ولا ممرضاً ولا إنسان عادي. ما في إنسان في الأرض إلا ويعلم أن الملح في الطعام يرفع الضغط،
فإذا قال لك هذا الملح يخفض الضغط، كلمة قالها معنى ذلك أنه جاهل ولا بمستوى ممرض. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. والله عز وجل يقول: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. من دون الله، اعتمد على صديق، على محامي، على طبيب، على إنسان قوي علق عليه الآمال، توهم أن الأمر بيده، هو الذي يعطيه، هو الذي يمنعه، فقد أشرك. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والله أيها الإخوة، مرض مستشر في الناس، كل إنسان يتعلق بإنسان آخر، يرى سعادته بالولاء له، أو يرى شقاؤه بالولاء له، يبتعد عن الصالحين خوفاً من أن يتهم أنه منهم، يقترب من المنحرفين الأقوياء متوهماً أن بيدهم عطاءً أو منعاً أو تقريباً أو إبعاداً، هذا كله من الشرك. مرة ثانية: الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور أو أن تبغض على عدل. يعني إنسان تعرفه منحرفاً لكن جاءك منه خير كبير، فأنت على ولاء له، تتعامى عن أخطائه الفاحشة، عن معاصيه الكبيرة، هذا نوع من الشرك. وإنسان آخر نصحك، هذه النصيحة خدشت كبرياءك فغضبت، هذا نوع من الشرك. بعضهم قال: أنت حينما تعتمد على إنسان، هذا الإنسان إما أنه مالك لهذا الكون، أو مالك لجزء منه، أو أنه شريك مع الله فيه، أو أنه ظهير، أو أنه معين، أو أنه شفيع. فالله عز وجل نفى أن يكون له شريك أو معين أو ظهير أو شريك. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما لهم منهم من ظهير ولا معين. أيها الإخوة، هذا الذي تتوهم أنه بيده أمرك ليس مالكاً، وليس شريكاً، وليس معيناً، وليس شفيعاً، وليس ظهيراً. لذلك قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. حينما تتوجه إلى الله فأنت موحد، وحينما تتوجه إلى غير الله هذا التوجه نوع من الشرك الخفي. أخواننا الكرام، لا يمكن أن تعصيه إذا كنت موحداً، بل المعصية سببها الشرك. لا يمكن أن ترجو غير الله إن كنت موحداً، إذا رجوت غير الله فهذا نوع من الشرك. طبعاً الآن ليس في العالم الإسلامي صنم يعبد من دون الله، هذا ولا الشرك الجلي من فضل الله تعالى نحن ناجون منه. الشرك الجلي، في شعوب بآسيا تعبد صنم، بوذا عندهم إله،
في العالم الإسلامي الشرك الجلي من فضل الله علينا لا وجود له، لكن الشرك الخفي هو الذي يتحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: إن أخوف ما أخاف عليكم، إن أخوف ما أخاف عليكم. الشرك الأصغر، قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إن الله تبارك وتعالى يقول: يوم يجازى العباد بأعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ أيها الإخوة، أي خطأ يرتكبه الإنسان، دقيق، يسبقه خطأ في العلم. أي خطأ يرتكبه الإنسان يسبقه خطأ في العلم، أو خطأ في التصور، أو خطأ في التوهم. أنت إذا توهمت أن أمرك بيد فلان، طبعاً من لوازم هذا التوهم أن تطيعه وأن تعصي الله. يعني عفواً، الكلمة لعلها قاسية، إذا أطاع الإنسان زوجته وعصى ربه، وجاءت أيام العيد وقال: الله أكبر، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، هو في الحقيقة ما قال الله أكبر، رأى طاعة زوجته أكبر من طاعة الله. قضية خطيرة. أنت حينما تطيع شريكك في معصية في البيع والشراء، وهذه المعصية تدر أرباحاً كثيرة، أنت حينما تقول الله أكبر في العيد لا تقولها حقيقة، لأنك رأيت طاعة شريكك الذي جلب لك من الربح ما جلب هي أكبر عندك من طاعة الله. فكلمة الله أكبر يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الله. أيها الإخوة، أثمن ما في الدنيا أن تعرف الله، إن عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتتك معرفته فاتك كل شيء. شيء دقيق، يعني المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والآية دقيقة: المال من دون بنين مؤلم جداً، لمن هذه الأموال الطائلة؟ والبنون من دون مال أشد إيلاماً. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، دقق، والباقيات الصالحات. إذاً المال زائل والأبناء زائلون، ولا يبقى إلا الواحد الديان. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. قال بعضهم: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني إذا سبحته وحمدته ووحدته وكبرته فقد عرفته، وإن عرفته عرفت كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. إذاً سيدنا هود قال: فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا هو التوحيد. أخواننا الكرام، الحقد أساسه الشرك. يعني في إنسان عنده محاسب اختلف معه طرده، وشى عليه في بضاعة غير صحيحة غير نظامية، فدفع القصة بعام 70، دفع 600-700 ألف، قد 60 مليون الآن. فهذا صاحب العمل التجاري من شدة حقده على هذا الموظف أطلق عليه النار وأرداه قتيلاً، وهو الآن في السجن، حكم 30 عام.
أنا تعليقي على هذه القصة، لو أنه كان موحداً لما رأى هذه الخسارة من هذا الإنسان، رآها من الله، فصبر وعوضه الله أضعافاً مضاعفة. الحقد يأتي من الشرك، المشرك يحقد، أما المؤمن لا يحقد، لأنه يرى يد الله وحدها تعمل، فالتوحيد مريح جداً. أيها الإخوة، هو الدين كله توحيد وتقوى، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في شيء آخر، إذا قال الله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فزواجك صدفة؟ في خطأ؟ ما دام الله عز وجل يعلم الورقة إذا سقطت، ففي أعمال كثيرة جداً بيد الله. أنت حينما توحد لا تندم، حينما توحد لا تحقد، حينما توحد لا تيأس، حينما توحد لا تضعف، حينما توحد لا تنافق. والله أيها الإخوة، يكاد الدين كله أن يكون توحيداً. الموحد علاقته مع جهة واحدة بالأرض، فاعلم أنه لا إله إلا الله، كل شيء وقع أراده الله، لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخواننا الكرام، كلما ارتقى توحيدكم سعدتم وارتحتم وأرحتم واطمأننتم ووفقتم ووضعتم يدكم على جوهر الدين. جوهر الدين هو التوحيد، بل لا تكون عزيزاً إلا بالتوحيد. الإنسان غير الموحد بيخاف، بيتمسح بالآخر، بيتذلل له، يرجو رضاه، وما في أصعب من أن تحتاج إلى لئيم. قيل ما الذل؟ قال أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. أيها الإخوة، من وسائل النجاة من الشرك الإكثار من هذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. أن يستشعر العبد قبح الشرك مهما صغر، أن يستشعر أنه يحبط العمل، أن يعلم المرائي بعبادته أنهم متى عرفوا أنه يرائي صغر في أعينهم. هذه كلها أيها الإخوة من وسائل أن ننجو جميعاً من الشرك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.